يعطيكم العافية تاسع، معكم معلمة مادة الرياضيات مسروبة اللحام. اليوم إن شاء الله رح أكمل بالوحدة اللي بدأنا فيها اللي هي النسب المثلثية. قلنا النسبة المثلثية يا تاسع هي عبارة عن عملية مقارنة. النسبة هي مقارنة بين أطوال أضلاع مثلث، لكن هذا المثلث اللي أنا بتعامل معه هو مثلث قائم الزاوية. إذن نسبة إحنا عرفناها من الصف الخامس إنه هي عبارة عن مقارنة بين كميتين. هون المقارنة اللي أنا بتعامل معها هي بين أطوال أضلاع مثلث، لكن المثلث هذا اللي بتعامل معه اتفقنا انه لازم يكون مثلث قائم الزاوية. تعريف مثلث قائم الزاوية هو مثلث يحتوي على زاوية قائمة. مثلا انا بقول مثلث قائم الزاوية في باء، يعني الزاوية باء هي الزاوية القائمة. الضلع الذي يقابل الزاوية القائمة حكينا يا تاسع اسمه الوتر. النسب المثلثية أخذنا بالدرس الأول مفهوم جيب الزاوية الحادة. جيب الزاوية الحادة هو عبارة عن نسبة، لكن هاي النسبة شو قانونها بالضبط وإيش تساوي؟ على سبيل المثال عندي الزاوية جيم. هاي الزاوية جيم الضلع الذي يقابلها هو ألف باء. فألف باء هون سميناه المقابل، إذا سميناه هون المقابل، بينما الضلع الذي يجاورها هو جيم باء، إذا جيم باء يسمى المجاور لجيم، بينما ألف باء هو المقابل لجيم. هلأ لو أنا بدي أعمل نسبة المقابل لجيم على وترها، الوتر هو نفسه، فالنسبة هاي اللي طلعت عندي سميتها بجيب الزاوية جيم. جيم ألف هي رمز إلى جيب الزاوية جيم. إذا جيب الزاوية جيم ويساوي المقابل على الوتر. لو أنا عندي قياسات هاي الأضلاع، عندي الوتر هون يا تاسع على سبيل المثال 10 سنتيمتر، بينما هون المجاور عندي 8 سنتيمتر، أما المقابل هو 6 سنتيمتر. كتبت القانون جيب الزاوية هو المقابل على الوتر، صارت هون عندي عبارة عن عملية تعويض. المقابل لجيم هو ألف باء والوتر ألف جيم، تعويضهم ألف باء هو 6 بينما ألف جيم هو 10، إذا جيب الزاوية جيم هو 6/10، إذا هذا هو جيب الزاوية الحادة. طيب لو بدي أعمل نسبة لكن مش المقابل على الوتر، عملت هاي النسبة هو المجاور للزاوية جيم على وترها الوتر. هلأ المجاور على الوتر للزاوية جيم بطلق عليه باسم جيب تمام الزاوية الحادة، ويكتب جتا، ويكتب جتا الزاوية جيم هون، لأني أنا بشتغل بالزاوية جيم. إذا الجتا هو يساوي المجاور على الوتر. لو بدي أعمل عملية تطبيق هون، المجاور هو جيم با بينما الوتر هو ألف جيم. هلأ تعويض، جيم با يساوي 8 سنتيمتر هون عندي بالسؤال، على الوتر هو 10، إذا جتا الزاوية جيم هون 8/10. إذا هاي كيفية هون إيجاد جيب تمام الزاوية الحادة والتي تلفظ بالجتا. إذا جيب الزاوية هو المقابل على الوتر، بينما جتا الزاوية هو المجاور على الوتر. هلأ رح ناخد مثال لحتى نقدر نطلع النسب المثلثية.
هلا يا تاسع كلياتنا بدنا نفتح على صفحة 77، رح نحل مثال 7-7، هو تقريبا شامل للأفكار اللي أنا شرحتها. المثال كالتالي يا تاسع، بقولنا هون ألف با جيم مثلث قائم الزاوية في با، مرسوم المثلث هون أعطاني إنه ألف با 3 سنتيمتر، بينما با جيم 4 سنتيمتر، جد كل مما يلي مجموعة من المطالب هون اللي بدي اياها بالسؤال. فرع واحد بده الف جيم، بعدها بدي اوجد جتا الالف، جتا الجيم، جاب الالف، وجاب الفا. نبدأ بالفرع الاول اللي هو بده الف جيم. هلا الف جيم هو الوتر، وألف باء ضلع وجيم باء ضلع تاني في المثلث. هلأ اتفقنا يا تاسع إنه لما يكون عندي ضلع أو وتر في مثلث قائم الزاوية مجهول، أنا بقدر أوجده من خلال مبرهنة فيثاغورس. هون المطلوب المجهول، آسفة، عندي يا الوتر، بقدر أحسبه من خلال النظرية. نظرية فيثاغورس بتقول اللي هو الوتر تربيع ويساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. الوتر هون عندي يا تاسع هو ألف جيم تربيع، الضلع الأول هو ألف با، بقدر أعكسهم أعتبر الضلع الثاني، وبا جيم الضلع الثاني. ألف جيم هي مجهولة، تنزل مثل ما هي بالسؤال. ألف با معطيني إياها 3 سنتيمتر، زائد با جيم 4 سنتيمتر تربيع. هلأ رح نربع مربع الثلاثة 9، ومربع الأربعة 16. 9 زائد 16 25، ألف جيم تربيع ويساوي 25. لحتى أتخلص من التربيع بنحط جذرين للطرفين. هلأ هاي مع هاي بتروح، فبضل عندي ألف جيم يساوي جذر 25 هو 5. إذن ألف جيم يساوي 5 سنتيمتر. هيك أوجدنا الألف جيم وهو الوتر. الفرع الثاني، إذن هون بس خليني أكتب إنه هون 10 سنتيمتر. طيب هلأ 2 بده جتا الألف. هي الألف، الجتا قلنا يا تاسع هو المجاور على الوتر. ألف الضلع المجاور لإلها هذا اللي هو ألف باء، بينما الوتر هو ما عندي إلا وتر واحد اللي هو ألف جيم. إذن هون رح نكتب إنه جتا الألف ويساوي المجاور على الوتر. عندي المجاور هون يا تاسع اللي هو ألف باء، بينما الوتر ألف جيم. إذن بنكتب ألف باء على ألف جيم، ألف باء ويساوي 3 سنتيمتر، وألف جيم طلعت عندي بالفرع السابق 5. إذن جت الألف هون ويساوي 3/5. نيجي لفرع 3 بده جتا الجيم. هاي الزاوية جيم، الجتا هو المجاور على الوتر. مين المجاور لجيم؟ هو هذا الضلع جيم با والوتر ألف جيم. إذن بنكتب جتا الجيم ويساوي المجاور على الوتر، المجاور هو جيم با، بينما الوتر ألف جيم. جيم با عندي 4 بالسؤال، وألف جيم 5. إذن جت الجيم ويساوي 4/5. إذن هيك نكون خلصنا أول 3 أفرع. الفرع الرابع بده جيب الألف، بده إياه الألف الضلع المقابل لإلها، بما إنه بده الجيب، الضلع المقابل هو جيم با، بينما الوتر ألف جيم. يعني رح نعمل هون يا تاسع جيب الألف ويساوي المقابل على الوتر، الضلع المقابل لألف هو جيم با على الوتر ألف جيم. جيم با تساوي 4 سنتيمتر
على الوتر هو 5 طلعناهم. آخر فرع بده جيب الجيم، هو برضو المقابل على الوتر. نرجع للمثلث، الزاوية جي من الضلع المقابل لإلها هون هو ألف با. ألف با على الوتر ألف جيم، ألف با عندي 3 على ألف جيم 5. إذن هيك أكون يا تاسة أوجدت جميع الأفرع اللي هو الوتر والجتا للزوايا والجيب للزوايا. هلأ إن شاء الله بالفيديو الجاي رح أكمل حل مجموعة من المسائل على جيب الزاوية وجيب تمام الزاوية الحادة، ويعطيكم ألف عافية.